ده التشكيل. ايه بقى المطلوب من الشركة في الوقت الحالي؟ يعني انا مثلا عمال اشوف من الصفقات في يناير 23 كان مروان عطية، خالد عبد الفتاح، محمد ضوي كريستو، احمد قندوسي، بعد كده امام عاشور، رضا سليم، موديست، وسام ابو علي، عمر كمال عبد الواحد، الزنفولي، يحيى عطية الله، يوسف ايمن، اشرف داري، عمر الساري، كل ده كان عمر الساعي عفوا، كل ده كان وانتم موجودين كشركة كرة، كان دوركم ايه في الصفقات دي؟ كان دورنا كابتن في الصفقات تنفيذي فقط، بمعنى انه نعم. بيتقال لامير توفيق احنا بالمناسبة امير توفيق هو مدير شركة الكورة، مدير تنفيذي شركة مدير الكورة تنفيذي بصلاحيات كاملة. صلاحيات كاملة. تمام. فكان بيتقال لامير توفيق والله احنا عاوزين نتعاقد مع مروان عطية على سبيل المثال، فكان امير بيتحرك، ما كانش لينا التدخل بقى في مروان عطية ولا بديله، ايوه هو خلاص الرؤية الفنية بتقول ان هو مروان عطية، كويس. فبنتحرك في اطار ان احنا نتعاقد مع اللاعب من خلال امير توفيق، والحقيقة يعني ادى واجبه بشكل فرصة كبير نتكلم جدا. شوية على أمير، لأنه أمير تعرض لبعض الانتقادات في الفترة الأخيرة، لكن كان عندي يعني ما كان عندي إمام عاشور الحقيقة، واتكلم على دور أمير، وأمير هو اللي بدأ مع إمام عاشور، وفي سرية تامة، تعرف أمير بالنسبة لي مقرب جدا طبعا والأمانة، ولا نطق معايا بكلمة ولا مع غيري الأمانة، وكان شديد الكتمان في كل عمله. فرصة سؤال نتكلم على أمير توفيق والأدوار اللي كانت مكلة إليه، وإلى أي مدى كان بيجيد أداءه. أمير توفيق أدى الدور المطلوب منه الفترة اللي فاتت بنسبة تتعدى 90%، ما شاء الله. والـ10% دي ما كانتش تقصير نعم. من أمير في شيء، ولكن كانت زي ما دايما بقول إن أي عملية تفاوض بتقبل النجاح وبتقبل إن هي ما تكملش تفاصيل بره إيدين أمير أو الإدارة أو إدارة النادي أو إلى غيره، ممكن تكون طلبات مادية مغالى فيها، ممكن مشكلة في العقد، ممكن مشكلة في كارير اللاعب، ممكن حاجات كتير جدا ما كانتش تقصير من أمير توفيق في أي شيء، لكن أمير أدى اللي عليه الفترة اللي فاتت بشكل من وجهة نظري أكتر من هايل. ولو رجعت زي يعني لو حضرتك شفت الأسماء، نعم. لأنه يعني دايما أمير لما حد يحب ينتقد نقوم ماسكين في حتة هو اتعاقد مع فلان، لكن سايبين إمام وسايبين مروان وسايبين وسام وسام وسايبين وسايبين يحيى كل عطية الأسماء الله بالظبط، نعم سايبين كل الأسماء الناجحة نعم جدا جدا اللي هو برضو أمير هو نفس الشخص قندوسي اللي اتعاقد، نفسه قندوسي صفقة طبعا قوية طبعا. طبعا. اللي بينتقد بيحب يعني يسلط الضوء في حتة معينة ويغمض عينه خلينا عن باقي نكون حاجات. أكثر أمانة، يعني لانه البعض اتدخل في النواحي الماليه عشان اكون نجيبها على بلاطه زي ما بيقولوا. يعني انا عارف امير كويس قوي، بس في البعض المح الى انه اصل القصه فيها مش عارف ايه والحدوته ايه. انت كنت واحد من المسؤولين وما زلت واحد مسؤول عن شركه الكوره في النادي الاهلي. انا معلوماتي لو حاجه زي دي في النادي الاهلي، امير مش هيقعد مدير شركه الكوره، مش هيقعد حتى يعني في اي منصب صغير داخل النادي الاهلي. لكن باعتبارك انت كنت داخل المواضيع، ممكن تشرح لنا شوية؟ هو زي ما حضرتك قلت يا كابتن، هو نعم. الرد كان واضح جدا انه ما زال واحنا قاعدين لحد النهارده امير مدير تنفيذي شركه الكوره، تمام. فاذا امير ده كان شخص غير مؤتمن ايه اللي هيخلي حد يستنى؟ ده اولا. ثانيا، اللي اتكلم في القصه دي اتكلم ان اسم امير ارتبط باحد وكلاء اللاعبين، نعم. اسم معين، رغم ان الاسم ده من 2018 حتى يومنا هذا دخل النادي الاهلي تقريبا حاجه و30 لعيب من خلال 25 وكيل أجنبي مختلف، نعم. كلهم غير الوكيل اللي الاسم تردد إنه مع أمير وإن نعم. هو كل الصفقات من خلاله. فالكلام طبعا كلام في مضمونه كلام غير صحيح تماما يعني، وردوده واضحة جدا، واللي عاوز يشوف الحقيقة بيعرف يشوفها، لكن اللي عاوز ينتقد ويقول كلام ويخوض في أعراض تمام. وفي جميل. ذمم يعني. طيب التعاقدات كانت تابعة لشركة الكورة واتشالت منها؟ التعاقدات كانت تابعة شركة الكورة كمنفذين، حاليا هي تابعة بشكل كامل للمدير الرياضي الكابتن محمد رمضان، هو اللي متولي هذا الملف بشكل كامل.